مؤسسة ضبط الحياة هدفها التنمية المستدامة لكافة أوجه الخير، وعشان كده جميع مشاريع ومبادرات المؤسسة تستهدف الاستمرارية في التنمية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية. نروح جدي وجدتي ووالدي الله يرحمه. شكراً ضبط الحياة. ويعتبر وقف النخيل على رأس المشاريع التنموية اللي بتقوم بيها المؤسسة، تم إطلاقه في 2020 عشان يكون صدى أجرية لكل اللي يساهم فيه ليه والأسرته من بعده، ولأن النخلة معمرة كان هدفنا من البداية في وقف النخيل الاستثمار في الخير، لأن إنتاج كل نخلة هيكون باب لخير كبير يفيد أهالينا المستحقين في كل مكان، وده عشان كل نخلة هتنتج ما بين 70 إلى 100 كيلو سنوياً من أجود أنواع التمر المجلول، وعائد النخلة الواحدة بيتم التصدق به في حملات الخير زي بناء المساجد، محطات تنقية ومعالجة المياه، حفر أبار تجميع الأمطار، وصلات المياه، حملة سترة، حملة سكن ودفى، إطعام الطعام، مساعدة الغارمين والغارمات، وغيرها كتير من أبواب الخير للصدقة الجارية. مؤسسة نبض الحياة نجحت إنها تزرع 60,000 نخلة على مساحة 1,000 فدان كمرحلة أولى، وعشان هدف المؤسسة تحقيق الخير واستمراره قررت تبدأ مشوار جديد مع وقف النخيل بمراحل جديدة، بدأت في امتداد الألف فدان. أجمل صحبة وأجمل ناس اتجمعنا في حب الخير. زرع 14 شجرة زيتون. أنا موجهة ريع لكل حاجة. جايزة تبرعات معاهم ب33. شكراً نبض الحياة. ولأن المؤسسة دايماً بتبحث عن مشاريع الخير المستدامة، قامت بتنفيذ وقف الزيتون المبارك وفتحت باب للمساهمة بشجرة زيتون تكون وقف لأعمال خير كتير ثوابها كبير عند ربنا. بدأتها بزراعة 50 فدان ضمن المرحلة الأولى اللي هيتم فيها زراعة 250 فدان، وعشان شجر الزيتون من الأشجار المعمرة اللي بيزيد عمرها عن 100 عام، فالصدقة فيها تكون ممتدة، عائدها هيصرف في كل حملات الخير اللي بتقوم بيها نبض الحياة، والمتصدق في زراعة شجر الزيتون صدقته هيظهر خيرها خلال سنتين. كمان نبض الحياة ليها مبادرات مهمة في ملف سقي الماء، عشان بتقدم من خلاله أنقى مياه لأهالينا في الأماكن الأشد احتياجاً، ومن ضمن المبادرات محطات تنقية ومعالجة المياه، وأي محطة بيتم تنفيذها بتكون في القرى الأكثر احتياجاً عشان تخدم بالكامل أو تخدم رقعة سكانية كبيرة، وبتنفذ على أعلى وأدق مواصفات فنية زي الغربية وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف والبحيرة وإنا والمنيا وسوهاج، وكده المشروع بيخدم نسبة أكثر بكتير من أي مشروع تاني، وحالياً في قائمة انتظار دقيقة لمحطات جديدة محتاجين ننفذها في قرى ومراكز ونبوع محافظات الجمهورية. شكراً لمؤسسة نبض الحياة. ربنا يجعله في ميزان حسناته. أهل الخير وأهل البدر. والمؤسسة في جميع مبادراتها بتبحث أهم احتياجات أهالينا، ومن أهم هذه الاحتياجات وصلة مية اللي بتساوي حياة للأسر الأشد احتياجاً في كتير من القرى والمحافظات المختلفة، وبفضل مساهمة أهل الخير قدرت مؤسسة نبض الحياة تنفذ وصلات مية لآلاف الأسر المحتاجة في الشرقية واسكندرية وقنا والمنيا والفيوم، ومن خلال المساهمة بوصلة مية بيتحقق أمل أسرة محتاجة إن المية تكون متوفرة عندهم طول اليوم، والمساهمة بتشمل تمن الحفر، المواسير، عداد المياه، الحنفيات، وتركيب الوصلة بيكون في خلال 45 يوم. كثرا الأبيار ويا حلوة يا عم أحلى مية تسعة أريد أبيار يا عم دير واحدة ما تكفيش. ومن المبادرات اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة في ملف سقي الماء حفر أبار تجميع المياه لأهالينا في صحراء مطروح، لأن عدم وجود بير بيزود تعب الأسرة هناك، لأنها بتضطر تدور على مياه في أماكن بعيدة نظراً لطبيعة المكان واعتمادهم على الأمطار. ولأهمية تلك الآبار قامت مؤسسة نبض الحياة بتنفيذ أكثر من 1500 بير في سيدي براني والنجيلة والسلوم وغيرها، ولسه نبض الحياة مكملة علشان تحفر مئات الآبار ونحقق أمل أهالينا في توفير المياه طول السنة، وترفع معاناة أسر بتمشي مئات الكيلوات للحصول على المية. والبير الواحد ممكن يكفي حوشة، لأن الأسر في مطروح بتعيش في أحواش، لكن ممكن في مكان واحد يكون محتاج أكتر من بير علشان يكفي احتياجات الأسر هناك.
ومن حملات نبض الحياة حملة إطعام الطعام اللي بتوفر الأغذية اللازمة لآلاف الأسر الأكثر احتياجاً في ربوع مصر طوال العام من اسكندرية لأسوان. وكان لنبض الحياة مبادرة إطعام قرية كاملة، وده لأنها من المؤسسات الحريصة على إطعام قرى بأكملها. وفي شهر رمضان 2022 قدرت نبض الحياة توزع 30,000 كرتونة في 12 محافظة على مرحلتين خلال الشهر الكريم، واهتمت بجودة كل كرتونة عشان تحقق لكل فرد في أسر أهالينا الأشد احتياجاً الفرحة الحقيقية بخير رمضان. وفي رمضان 2023 قررت نبض الحياة إنها تضاعف عدد الكراتين، والمؤسسة حريصة على أن تكون الكرتونة بمحتويات جيدة وتشمل أكثر من 13 صنف غذائي يكفي الأسرة وتزن 13 كيلو، وبكده تكفي الأسرة الأطول فترة. وفي عيد الأضحى بتحرص نبض الحياة على مساعدة الجمعيات في محافظات مختلفة بتقدم اللحوم الطازجة للأسر الأكثر احتياجاً، وبتشرف بنفسها على عمليات الذبح اللي بتستمر لمدة 3 أيام متواصلة. وقدرت في عيد الأضحى المبارك إنها تسعد أسر كتير من أهالينا الأولى بالرعاية في أكثر من 16 محافظة من محافظات مصر من خلال صدقات المتبرعين وصكوك المضحين. الله الله أكبر ولأن تعمير بيوت الله فضله كبير وأوصى به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمؤسسة نبض الحياة كان ليها مبادرة في إعمار المساجد وحددت لبناء أي مسجد ضوابط أهمها إن المسجد اللي هيتم بناؤه هيكون المسجد الوحيد في المكان، ونجحت إنها تبني 12 مسجد في الفيوم وأسوان والمنيا وقنا. ومش بس كده، نبض الحياة بتقوم ببناء مساجد جديدة في البحيرة والغربية وإنا، ولسه في قائمة انتظار في قرى وكفور ونجوع تانية محتاجة مساجد جديدة. نبض الحياة عملت لنا السحب بهدلنا الدنيا، شكرا لمؤسسة نبض الحياة وعملوا لنا قطين تاني والحمد لله. وكمان حملة سكن ودفى من أهم مبادرات مؤسسة نبض الحياة، بتهدف من خلالها توفير الأمان والدفء للأسر الأشد احتياجا من خلال تسقيف المنازل اللي محتاجة سقف يقي الأسرة حرارة الشمس في الصيف والبرد والأمطار في فصل الشتاء، وكمان توفير البطاطين اللازمة لتدفئة الأسر المحتاجة من برد الشتاء. حملة سكن أطلقتها نبض الحياة في 2020 طوق نجاة لكتير من أهالينا اللي منازلهم بدون سقف، ومن خلال حملة سكن بتوفر نبض الحياة المنزل الآمن والبطاطين ومستلزمات الأسرة الأولى بالرعاية، وقدرت تساعد في تسقيف منازل كتير في مركز طامية بالفيوم وعرب الأشرفية في الجيزة، لكن في منازل كتير لسه محتاجة سقف يحميها. أما حملة سترة فدي مبادرة أطلقتها نبض الحياة بهدف تجهيز الفتيات اليتيمات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتساعد الأسر غير القادرة على تجهيز عروستها. بتقوم المؤسسة بشراء الأجهزة الكهربائية اللازمة لكل عروسة، واستهدفت نبض الحياة مع إطلاق مبادرتها سترة تجهيز 300 عروسة في محافظات الوادي الجديد وأسوان وإنا وبني سويف والمنيا. كمان نبض الحياة قدرت من خلال فريقها تقدم مساعدات اجتماعية كتير، سواء بتوفير مصدر رزق لعائل الأسرة أو مساعدات مالية لأسر فقيرة أو مساعدات لفك كرب غارمين وغارمات. ولسه نبض الحياة مكملة عشان تقدم رسالتها في فعل الخير وتحقق التنمية المستدامة من خلال مشاريع الخير. نبض الحياة أمل وعمل. التنمية المستدامة وفعل الخير كان هدفنا من البداية في مؤسسة نبض الحياة، ومن أول يوم قدرنا نحقق نموذج للعمل المجتمعي اللي بيستهدف استمرار أعمال الخير، وبالمصداقية والإخلاص حققنا ثقة المساهمين في كل أعمال الخير في مؤسسة نبض الحياة. ومع كل مبادرة من مبادرات الخير كنا بنجوب محافظات مصر إبلي وبحري عشان نلبي احتياجات أهالينا الأولى بالرعاية، وقدرنا نحافظ على تنوع أعمال الخير من وصلات مية ومحطات تنقية وتسقيف بيوت وبناء مساجد وإطعام طعام وحفر أبار. ولسه مستمرين معاكم في مبادراتنا في كل مكان علشان نحقق لأهالينا الأولى بالرعاية الفرحة والسعادة.
للتواصل مع مؤسسة نبض الحياة اتصل على 012-11-11-4307 أو الخط الساخن 15-740. يصلك من دمنا. علمونا من صغرنا إن الأرض عرض، عشان كده أهالينا في غزة واقفين بيدفعوا عن أرضهم بأرواحهم وبدماهم، ومصر أعلنت عن موقفها الرائع والعظيم بلسان عربي مبين. إحنا معاكم، علشان كده قوافل الإغاثة من مصر بنشوفها مع كل لحظة. نبض الحياة بتشارك بقافلة إغاثة لأهلينا في غزة. تعالوا بينا مع بعض نكون إيد واحدة مع أهالينا هناك. صباح الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان. هيئة الأرصاد تتوقع اليوم أن الطقس شديد البرودة حيث أمطار ورياح شديدة، كما أن اليوم يشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، حيث تحذر هيئة الأرصاد بتوخي الحذر وعدم الخروج من المنازل وارتداء الملابس الثقيلة. طب لو في ناس مش قادرة تعمل إيه في جو زي ده؟ طب لو في ناس ما عندهاش لبس تقيل أو ناس سقف بيتهم ضعيف تعمل إيه في جو زي ده؟ شاركونا في حملات سكن ودفى للأسر الأكثر احتياجاً لحمايتهم من برد الشتاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. وكثراً الأبيار. ويا حلوة يا عم السحر. أهلاً مية مية السحر. حفر بير لتجميع مياه الأمطار ورفع معاناة عن أسر بتمشي مسافات طويلة للحصول على المية، ولأن الأسر في صحراء مطروح بتعيش في أحواش، فاحتياجهم لأكثر من بير في مكان واحد بيبقى ضروري. مؤسسة نبض الحياة قدرت تنفذ أكثر من 1500 بير، ولسه الاحتياج مستمر لأهالينا في صحراء مطروح. بمساهمتك هتفوز بثواب كبير في حفر بير يكون لك طوق نجاة في الآخرة. مع مؤسسة نبض الحياة هتحقق الصدقة الجارية وتفوز بالثواب في الدنيا والآخرة. نبض الحياة، المياه حياة، بنوصلها لكل مكان صافية ونقية، وناس في كل مكان مستنية تشرب منها بصحة وعافية. علشان كده بنعمل وصلات مية وأبار تجميع مياه الأمطار، وكمان محطات التنقية والمعالجة لمياه الشرب. شاركونا عمل الخير في سقي الماء. نبض الحياة. للتواصل مع مؤسسة نبض الحياة اتصل على 012-11-11-4307 أو الخط الساخن 15-740. يصلك من دمنا. في مسيرة حياتنا بندور على فعل الخير، وعشان طرق الخير كتير بنحتار، لكن في النهاية علينا نختار الطريق. وقف النخيل في مؤسسة نبض الحياة مبادرة حقيقية للصدقة الجارية. أما نخلتك اللي بتتبرع بيها فبتبقى صدقة جارية، لأن عمرها بيفضل سنين طويلة، وبعائد نخلتك
بيتم مساعدة أسرة محتاجة أو حفر بير أو توصيل وصلة مية أو بناء مسجد أو فك كرب غارم أو غارمة وغيرها كتير من أوجه الخير. مع وقف النخيل الخيري في مؤسسة نبض الحياة، صدقتك باب خير لغيرك. محطات تنقية ومعالجة المياه مبادرة مهمة لنبض الحياة، هدفها توفير أنقى كوب ماء لأهالينا المستحقين. أفضل شيء وأفضل صدقة هي سقي الماء، فمن سقى رجلا في مكان فيه ماء كان كمن أعتق رقبة. والمحطات اللي أنشأتها نبض الحياة قدرت تقدم حلول لكل المشاكل الموجودة في المياه. النهاردة بقوا مستمتعين بوجود محطة تنقية عندهم، قرار واحد الإنسان بياخده بيفرق في حياة ناس كتيرة جدا. نبض الحياة قدرت في 2023 تنفذ 21 محطة تنقية تخدم آلاف الأسر. تم اختيار الأماكن الأشد احتياجاً لهذه المحطات لتنقية المياه من الشوائب. كل سعيد، ليه؟ علشان فيه كوب ماء نظيف. شكراً مؤسسة نبض الحياة. شكراً لمؤسسة نبض الحياة. نشكر مؤسسة نبض الحياة. نشكر نبض الحياة. وكل محطة أنشأتها نبض الحياة كان باب أمل لكتير من أهالينا الأولى بالرعاية. الصرح اللي انت شايفه ده ما تبناش إلا من طوبة من حضرتك، مع طوبة من غيرك الصرح كله اكتمل. المحطة الواحدة بتنتج أكتر من 25 ألف لتر عشان تخدم أكتر من 30 ألف نسمة. وما فيش أحسن من عمل الخير اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصى عليه، وكل ما عمل الخير بيكون النفع بتاعه أعظم، كل ما الأجر والثواب عند ربنا سبحانه وتعالى بيكون أعظم. توفير مياه معناه توفير حياة. مع مؤسسة نبض الحياة هتقدر تقدم محطة تنقية مش مجرد تجمع سكني، مش مجرد قرية، لا ده في أماكن كتيرة جدا، في مدرسة قدامنا، وفي جنبنا مجمع للصناعات، وفي جنبنا بنزينة، وفي جنبنا ورش. الناس بتبقى هنا في عز الحر ده مش لاقية نقطة مية تشربها نظيفة. مع مؤسسة نبض الحياة هتقدر تقدم محطة تنقية مياه تكون صدقة جارية ليك ولأسرتك. يلا يا جماعة، مشروع جميل جدا هيكبر لك كفة حسناتك. شوف كم واحد هنا بفضل الله عز وجل هيشرب من محطة المعالجة والتنقية. مع مؤسسة نبض الحياة، صدقتك في مكانها. في ذلك الوقت الذي يقطع فيه شعاع الشمس الأول صمت الليل وتبدأ خيوط النهار في نشر الأمل والنور، فإنك تشاهدهم وهم يتحركون كأسراب النحل بكل همة ونشاط ونظام. إنهم رجال مزرعة وقف النخيل لمؤسسة نبض الحياة بسهل قرويل بالفرافرة بالوادي الجديد. مهندس ربيع محمود شريف من محافظة المنوفية، كلية الزراعة جامعة الأزهر الشريف. علي أحمد محمد الدايم من محافظة الأقصر مدينة طيبة الجديدة. الأحمد محمد حفني من محافظة جنة مركز نجادة، كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي. ناصر سامي السليمان محافظة أسيوط. مهندس أحمد عاطف أحمد من محافظة الجيزة، خريج كلية الزراعة جامعة عين شمس. عمر الشحات من محافظة الوادي الجديد. مؤسسة نبض الحياة مؤسسة مشهرة منذ 2014، احنا شغالين بالتوازي في المجالين اعمال خير تنمية، وده اللي خلانا في نفس الوقت نوصل للمرحلة اللي احنا فيها اللي هو مرحلة فكر الاستثمار الخيري، علشان نقدر في وقت قصير جدا يبقى عندنا عوائد استثمارية ضخمة نقدر من خلالها نصرف على الأنشطة الخيرية.
مهم يومنا بنعمل اجتماع بالخمس مهندسين الموجودين للقطاعات، بنرتب شغلنا لشغل تاني يوم، بنشتغل السبع ساعات الدوام الطبيعي بتاعنا، خمس ساعات قبل أذان الظهر وساعتين من بعد صلاة العصر. بيتم متابعة القطاعات كاملة، ولازم ألف أشوف كل اللي تم تحضيره أمس إنه بيتطبق على أرض الواقع فعلا. بنقوم الصبح طبعا، نصلي الفجر، بعد الفجر نوصل نفطره، نتوقع الله كونك بالجراي هاي في الشغل بتاعنا، نتوزع مثلا على النخل، في بنسك الفاس بتاعه بلف على الجور بتاعته، بس في الحشاشه منها. مسؤول عن قطاع أربعة اللي هو بيحوي فسائل وأنسجة، عندنا خبرات من الاستشاريين والمهندسين. السنة دي إن شاء الله عندنا بشاير في المرحلة الأولى، إن شاء الله السنة الجاية يكون في إنتاجية بإذن الله، المشروع في تقدم إن شاء الله للخير والأحسن. عملنا تخطيط للمشروع بتاعنا، ابتدى من تحديد المساحة الجغرافية للأرض اللي احنا هنبدأ نزرع عليها. بدأنا نحط التخطيط الخاص بالجور والمساحات البينية اللي بين كل نخلة والتانية، وضع خراطيم الري الجوفية والخراطيم العلوية علشان نقدر نجيب النخلة في الجورة اللي تم تحديد المكان ليها ونحطها يكون مكانها مؤهل للزراعة. مؤسسة نبض الحياة التي بدأت التحدي استعانت منذ اللحظة الأولى عند زراعة أول 250 فدان بالخبراء والمهندسين المختصين لتحقيق أعلى النتائج. عندنا مخزون مائي داخل المشروع يقضينا لأكثر من 200 سنة قدام، وتم حفر أبار بتوفر لنا حوالي 250 متر مكعب في الساعة. عملنا بحيرات قوية جداً واحتياطي قوي للمية، منها أن أنا بخزن منه المية اللي عندي، وأن أنا برصب الحديد اللي هو بيسبب لي مشاكل في الشبكة، وبيخش معايا في وحدة فلاتر عشان خاطر أطلع مية جيدة جداً ما تسبب ليش مشاكل. تم حساب المقننات المائية بعناية، تم تخطيط شبكات الري بعناية. كل مجموعة متوزعة، اللي متوزع على صيانة النخل الصيانة، اللي متوزع على الحشاش على الحشاش، اللي على الصوب على الصوب. 24 يوم شغل وبقى مستمر رجوعتهم في البيت. طبعا ولادي بوحشوني، بس برضو بقول لهم ده أكل عياشي، والمعاملة هناك 100%، الناس محترمة ويد واحدة كلنا، وعارفينه مشروع خير عاد الكل. احنا بنصحى الصبح بندور الجرار يسخن، بعد كده بنروح نفطر، بعد كده بنطلع ناخد، إن كنا هناخد تسميد بنركب الناس، بنلف على جميع المراحل كلها. المرحلة الأولى نسب نجاح 100% داخل المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نتائج وما شاء الله مشرفة، برنامج رعاية، تسميد. المرحلة الثالثة نجاح ما شاء الله ممتاز ومحترم. المرحلة الرابعة ما شاء الله الإنجاز العظيم ده تم بمجهود كبير جدا لكل العاملين داخل المؤسسة. المرحلة الخامسة زراعة 100 فدان جديدة على مشروع وقف النخيل الخيري. شدوا الهمة يا أحباب، شدوا الهمة يا أحباب، شدوا العزم بفعل الخير، شدوا العزم بفعل الخير، أجمل صحبة وأجمل ناس، اتجمعنا في حب الخير، اتجمعنا في حب الخير، جينا الليلة جينا نزرع. وقف النخيل الخير اللي حضراتكم شايفينه معانا ده مش مجرد مزرعة معمولة علشان يبقى ليها عوائد استثمارية بس، مزرعة النهاردة بتوفر عمالة مباشرة ما لا يقل عن 200 عامل ومهندس شغالين في المشروع اللي حضراتكم كنتوا سبب في إقامته. ال 200 عامل ومهندس دول عمالة مباشرة قائمة على خدمة المزرعة، في عمالة غير مباشرة، الناس اللي بتورد، الناس اللي بتشتغل، الناس اللي بتسافر علشان تجيب الأسمدة، والناس اللي بتيجي علشان تقدر تفيد المزرعة في الطاقة الشمسية وغيره. اليوم اللي بيوصل في المتبرعين احنا بننزل النخل في الأرض وبنستعد بالرخام، نسهل عملية الزراعة. نبقى عارفين الحفلة جاية ونبقى مستعدين لها، أنا وكل زملاتي وكل العمال، فأعلى مكان ما بقى مستنيهم. مع ميلاد فجر يوم جديد وشروق شمسه تصل حفلات المشاركين في هذه المرحلة. وصلت، وصلت يا حسن، يا علي، يا محمد، الاتفاسات وصلت، يلا يا شباب. اليوم لا يقل جمالا بأي حال من الأحوال
عن الأيام في مراحل الزراعة السابقة، كله فرحة وبهجة وترقب لما سيرونه في هذا المشروع الخيري الذي سيعود نفعه على كل أعمال الخير. كنت أزرع نخلة لروح جوزي الله يرحمه. في أجمل من كده إيه؟ هي دي الحاجة الكويسة فعلا اللي هو يستحقها. والدتي الله يرحمهم. فرحانة أوي يا رب. يعني الناس الميتين دول متحسوا بالحاجة دي اللي أنا بنعملها دي. يعني ابني الله يرحمه قال لي في مكان حلو. لما جيت شفت بنفسي بأمانة حاجة حلوة أوي. من أرض الوادي الجديد، من أرض البركات، وعمر بفضل الله عز وجل لكل فسيلة مديد. من ساعة ما ركبت الباصات بتاعتكم وجيت هنا أنا فرحة مش قادرة أقول لك. جاي النهارده عشان نخلة لوالدتي ونخلة كمان. أنا كان أمنيتي إن أنا أجي هنا وأزرع النخيل بإيدي والحمد لله رب العالمين. أول مرة أجي وهاجي كتير إن شاء الله، المنظر جميل والمكان جميل واتبسطت خالص من المكان. أول ما وصلت هنا يعني قلبي كده انشرح بالمنظر اللي أنا شايفاه. الحاج سعيد تمام مفيش مرة ولا عمل خير إلا يكون موجود معانا فيه. الواحد بيبقى فرحان أكونه طلع حج إن شاء الله وعمره وجمعية كويسة، يعني إن شاء الله هبقى ناكل منه وكل الناس تاكل منه، كل العالم تاكل منه إن شاء الله إن شاء الله. عايز أزرع دلوقتي ومعايا ثمنها دلوقتي. ده أنا فرحانة أزرعها وفرحانة وجاية ومبسوطة قوي. أجمل الدعوات اللي أنا سمعتها بتدعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يكرم المسلمين عشان يعملوا عمل صالح ويشفع لهم عند ربنا سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يكون الخير كله في الوقف إن شاء الله لوجه الله. وعقبال الحبايب كلها ما تيجي وتعمل هنا، واللي ما شافش يشوف، واللي ما دقش يدوق، ويخدر لكم ويرزقكم برزق حلال. وفيما يشبه المعجزة، استطاعت نبض الحياة أن تنتهي من زراعة 60,000 نخلة، وهي المسيرة مستمرة هذا العام في المرحلة الخامسة، استكمال حلم أكبر مزرعة وقف نخيل خيري في العالم. عايز أقول لحضراتكم إن مشروع وقف النخيل الخيري ثمرة جيدة جداً في مجال العمل الخيري. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن النموذج ده يعاد تكراره في كل مؤسسات مصر علشان نوصل بمصرنا الحبيبة في وقت من الأوقات نغير الفكر الخاص بالعمل المجتمعي من إن إحنا كل الوقت بنقول للناس اتبرعوا، نوصل بيهم لمرحلة إن إحنا نقول لهم اتفرجوا على ثمرة الصدقة الجارية اللي انتوا قدمتوها في مثل هذه المشروعات. مشروع خيري، مشروع 100% كنا يد واحدة. والله المشروع لحد دلوقتي ماشي بخطة ثابتة إن شاء الله، والحمد لله لحد دلوقتي عندنا الأمهات ما شاء الله السنة الجاية يبقى فيها بشاير. احنا في مؤسسة نبض الحياة أو في مدرسة نبض الحياة، دايما بكم مستمرين، ونبض الحياة هي بيت كل المصريين سواء متبرع أو مستفيد. شدوا الهمة. مشروع وقف النخيل الخيري لمؤسسة نبض الحياة بالفرافرة بالوادي الجديد خطوة عملاقة في مجال الاستثمار الخيري في ظل مناخ الاستقرار في جمهوريتنا الجديدة. صحبة وأجمل ناس اتجمعنا في حب الخير. مشروع وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة هو أكبر مشروع خيري استثماري بيستهدف دعم كافة أعمال الخير. النهاردة جايين نبلغ حضراتكم وننقل لكم السعادة والفرحة والسرور من على أرض الواقع، من مزرعة حضراتكم، من مزرعة مؤسسة نبض الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى طرح فيها البركة والسعادة والسرور. في العام الماضي كانت بشاير، وفي هذا العام فيه إنتاج. هذا الحلم الذي بدأناه أصبح اليوم حقيقة. إن دل على شيء فإنما يدل على قبول الأعمال التي قمتم أنتم بها، ونحن كنا في طريقكم لتنفيذ هذا التبرع وهذا الوقف لوجه الله. إن الله يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. ده في علم الغيب ما بنشوفوش، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا أمارات عشان نتشجع على الصدقة، فبنشوف حاجات بتتربى قدامنا برضو من قبيل الصدقة. مؤسسة نبض الحياة قدرت إنها تنفذ زراعة 6 مراحل مختلفة من وقف النخيل في سهل قروين بالفرافرة في محافظة الوادي الجديد. من
قلب مزرعة وقف النخيل الخيري هنا في مؤسسة نبض الحياة، كل زيارة لنا بتكون مختلفة عن الزيارة اللي قبلها. كل زيارة بتملأ قلوبنا بالفرحة والسعادة والسرور الغير عادي، غير منقطع النظير، لأن كل مرحلة بنشوف فيها شكل جديد، كل مرحلة بنشوف فيها حالة جديدة. مرحلة الإنتاج زي ما حضراتكم شايفين قدام عينيكم بتبدأ بالتقليم والتشويك. ليه؟ علشان خاطر نبدأ لمرحلة الحصاد من التلقيح ونشوف الإنتاج وشكل الثمر وهو موجود على النخيل. وبفضل الله هيكون في إنتاج في أغسطس القادم للمرحلة الأولى لوقف النخيل اللي تم زراعتها في أبريل 2021. وعشان يفضل باب الخير مفتوح هيكون في زراعة للمرحلة السابعة بوقف النخيل في 27 إبريل القادم. وكمان مؤسسة نبض الحياة قررت إن باب المساهمة يفضل متاح للمشاركة حتى آخر يوم من أيام زراعة المرحلة الجديدة. عشان كده مؤسسة نبض الحياة بننقل ليكم الحدث أول بأول لسببين، بشرة ودعوة. بشرة للي كان معانا في الأول يشوف الصدقة بتاعته بتتربى إزاي وبنراعيها إزاي، ودعوة عشان اللي ملحقش المراحل دي يلحق المراحل اللي جاية. بمساهمتك بنخلة مع مؤسسة نبض الحياة هتضمن صدقة جارية خيرها يعم وثوابها يفضل لك في الدنيا والآخرة.